ويطيب لقاؤنا بكم برفقة كتاب، فمن رافق الكتب حظي بالرفقة العظيمة. الرفيق الصديق، هذا الصديق الذي لا يفارق صديقه ولا يمله، رفيق الليل والنهار، رفيق السفر والحضر، الذي يعبر بك إلى عوالم وأزمنة فيخاطب بين طياته العقول لتدرك به ما تقول. هيا لنرافق صديقنا في برنامج مما قرأت. ما يسميه الناس تجربة هو في الحقيقة داء مزمن لا يميتنا ولا نشفى منه، لا نحتمله ولا نتخلص منه. يرافقنا أينما ذهبنا، يثور في أي لحظة ليذكرنا أن له مضاعفات غفلنا عنها أو تغافلنا. وما ينصحنا به من فتح صفحة جديدة مجرد مزحة سمجة. سنقف اليوم عند رواية لأول كاتبة عربية تنال جائزة مان بوكر العالمية في عام 2019، وهي الأديبة والأكاديمية العمانية جوخة الحارثي. فلا بد لنا في مما قرأت أن نلقي الضوء على هذا العمل الأدبي الذي ترجم للغة الإنجليزية، ومنها نال فرصة الحصول على هذه الجائزة. رواية سيدة القمر تقوم أحداثها في بلدة عوافي، وهي بلدة من نسج خيال الكاتبة تعكس صورة المجتمع العماني. شخص الرواية عائلة عمانية لها 3 بنات، ميا، أسماء، خولة، وأزواج بناتهم وأحفادهم وشخصيات قريبة من العائلة، أي امتدت الأحداث في 3 أجيال قرابة 6 عقود من الزمان. الرواية تعرض بعمق الوضع الاجتماعي في مرحلة مليئة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع العماني ومعيشته قديماً، ومرحلة بداية التطور والنهضة الحديثة وما بعدها. فأرادت الكاتبة أن تقدم من خلال الشقيقات 3 انعكاساً لكثير من القضايا الاجتماعية كانت سابقاً وظلت تبعاتها في العقود التي تلتها، فكان لكل شخصية عالمها الخاص، انفعالاتها وحياتها. كذلك ألقت الضوء على تأثير المجتمع بعاداته وتقاليده وانعكاساته في كل شقيقة على حدة، كالقبيلة والسلطة الأبوية ورضوخ الفتاة لزواجها حتى إن كانت لا تنحو نحوه ولا توافقه الرأي، والعلاقات العائلية والعبودية وكيف تعايشنا مع الأهالي، وتجريم المجتمع الدولي لهذه التجارة، وكيف أصبحت الأحوال بوجود العمالة المساعدة في المجتمع الحديث، وفي ظل التطور كيف أصبحت فتيات المجتمع ونساؤه مختلفات بأفكارهن حريصات على التعليم. وتجلت في هذه الرواية رغبة الكاتبة أن توظف الموروث الشعبي في سردها من قصص وأمثال ومصطلحات محلية وكثير من المظاهر الاقتصادية التي امتدت على السنوات التي دارت بها أحداث الرواية. الرواية في صفحاتها 223 مليئة بالعواطف والمشاعر، لذا نجد في أحداثها الحب العذري والحياء من المجتمع وألم الفراق والاشتياق والأفراح في مناسباتهم الاجتماعية. كذلك تتشرب الرواية ألم الغدر والخيانة في بعض أحداثها. كل هذه التقلبات العاطفية بين شخوص الرواية وصفت بلغة سلسة آسرة معبرة عن تلك العواطف التي اجتاحت وضجت في قلوبهم. ولم تخلو الرواية من التضمين، كالقصائد الشعرية التي دارت على ألسنة بعض الشخصيات في حواراتهم، ما منح النص صدقا عاطفيا وأبرز اهتمام الشباب في تلك المرحلة الزمنية بالأعمال الأدبية والعالمية.
فأوضحت الكاتبة بهذا التضمين النهضة الثقافية التي سادت المجتمع الخليجي آنذاك. لا أخفيكم، أسلوب الكاتبة حيرني، فالأحداث تتسم بالكثافة في فصول الرواية التي تراوحت بين الطول والقصر ومتداخلة، فتارة تأتي على لسان الشخصيات وتارة أخرى تسردها الكاتبة، وتلك الحكايات تنقل أسراراً عدة تأخذ القارئ في رحلة بين الحاضر والماضي، وتتداخل أحداث الرواية عندها بصورة تحير القارئ، ولا تتضح الصورة التي رسمتها الأديبة لأحداث روايتها إلا في نهاية الرواية. فعنوان الرواية ذاته تفسره النهاية نفسها، فالقمر ومدلوله تكشفه بعض عبارة الرواية كقولها: إذا صح القمر صح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء. فأرادت الكاتبة أن توضح دور السيدات اللواتي نسبن إلى القمر، ودورهن المهم في إصلاح أي مجتمع وضخ الحياة فيه، فصلاح السيدات هو صلاح المجتمع وفسادهن فساده. إذن أعزائي المشاهدين، من خلال عرض موجز لرواية سيدات القمر للكاتبة العمانية جوخ الحارثي، نأمل أننا قد وفقنا في عرضها لكم. حلقتنا اليوم انتهت، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجي مما قرأت برفقة الصديق الوفي. مع السلامة.